السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم اخواني واهلا وسهلا بكم، ارحب بكم اجمل ترحيب. واليوم احنا عندنا فيديو جديد لتعلم اغنية، طبعا من مقام النهواند، اغنية عراقية معروفة على صعيد العراق وعلى صعيد الوطن العربي اللي هي تشي مالي والي. هذه الأغنية طبعا هي ماخذيها على سلم نهاوند الدو. قبل ما أبدي أنه أرحب بكم، معكم زياد هادي أستاذ آلة العود والغناء في معهد دراسات موسيقية في العراق. قبل ما أبدي أيضا بالأغنية هذه وقبل ما نبدي بها بترجمتها حرفيا، أحب أنوه على الدورات الموسيقية أونلاين معايا مباشرة لتعلم الغناء أو تعلم العود، يعني أما الغناء أو العود، ثمان محاضرات طبعا شهريا، يعني إذا تريد تتعلم العود ثمان محاضرات، تريد تتعلم الغناء ثمان محاضرات، تريد تدمجهم يصير ثمان محاضرات، ثمان محاضرات شهريا. ممكن تتصل على الواتساب وتعرف التفاصيل. نلاحظ أمامكم هذه الأغنية قدامكم تشي مالي والي، وهي مقام النهاوند. راح أقراها من البداية. أس صول لا دو سي لا صول 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 فا صول فا مي ري دو صول لا دو سي لا صول 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 فا صول فا مي ري دو لا 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 صول سي لا صول فا فا صول فا مي فا صول فا مي ري دو ري مي فا مي ري مي ري دو سي دو. اوكي اس اس هاي نهايتها. فاحنا راح شي يصير عندنا، راح يصير عندنا كالتالي، ايضا كالتالي راح يصير عندنا، كالتالي راح يصير عندنا، راح يصير عندنا عزيفة راح يكون. شكرا اخواني واعزائي الطيبين، وتحياتي لكم، واتمنى انه عجبناكم بهذا الفيديو. لا تنسوا اللايك والاشتراك، واللي يحب يشترك في الدورات الموسيقية سواء يتعلم غناء او عود يتصل بي على الواتساب اللي موجود رقم الهاتف، وانا راح اجاوب عن تفاصيل. هي ثمان محاضرات مقابل مبلغ ان شاء الله بسيط، وتتعلمون وتدخلون دورة حتى تقدرون تثقفون نفسكم وتطورون نفسكم وتقدرون تشتركون بالمسابقات ان شاء الله. تحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.